الاشقاء السعوديين بريسك ماتش كامل وما شجعوا معانا، فهمت؟ ايه؟ في الهدف نتاع يوسف مساكني ايه؟ سواء انت هدف دقيقه 90 شنو ايه؟ باش تكون التعبير على الفرحه ايه؟ يعني انفعلت انا، فهمت؟ كي انفعلت دفعتهم يعني بالزهر، هم واقفين يعني دفعتهم لا مش متعمد. لا لا مستحكي باش هذوما اشقائي يعني يجيو يشجعوا معانا باش، فهمت؟ ما عملتهاش في مسيره نتاع 25 سنه باش نعملها توا، فهمت؟ وعن العنف هذا شنو اللي صار هما؟ شنو اللي صار؟ طاحوا يعني بالزهر، عرفت؟ كي دفعت انا دوب ما مسيتهم طاحوا، فهمت؟ لقطه عفويه نقولوا احنا ديفولمون تاع كوره هذايا تصير ديما ديفولمون بالزهر، هما جاوا على الحرف، فهمت؟ اعتذرت لهم بعد بالطبيعه، اعتذرت لهم البروف اللي احنا تكلمنا في قناه تونسيه ونحكيو عادي، بعد بديت تسمع في ردود الافعال دخت انا ما صدقتش اللي ساعه تعديت في التلفزه الحكايه، فهمت؟ واللي هي باش تاخذ صدي هكاك بالطبيعه جاوا هما شقاء من مصر ومن ليبيا، فهمت؟ جاوا سندونا نهارتها، فهمتني؟ مناسب والله ان نعتذر للاشقاء السعوديين، نعتذر على حاجه ما عملتهاش انا، ما هي جات عفويه، اما نظر للتاويل الكبير اللي صار، فهمتني؟ انا نعتذر على لقطه انا ما عملتهاش، هذيك عادي ديفولمون تاع كوره، ونشكرهم اللي جاوا شجعوا معنا، وجوهنا وجوه مبروك علينا هما، تمنيت نشوفوهم المباراه اللي بعدها،